السلام عليكم، معكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي إف. نحن كل يوم نقدم لكم معلومة جديدة. المعلومة اليوم يمكن حد يعرف وحد ما يعرفها. في الـ A5000 طبعاً الكل يعرف أن السلم الشرقي برا هني، وكلكم تعرفون تستخدمون السلم هذا، لكن في كلمة هني على الزرار هذا اسمه البي باس. البي باس شو معناته؟ هذه الخدمة أو هذا الزرار يحولك من الشرقي إلى الغربي الدعسة على هذا الزرار. كيف؟ مثلا الحين انت مخزن، تعال معاي هني، مخزن هذا السلم الشرقي، لاحظ معاي، ابغى انت وانا اعزف ورا المطرب او اني اسجل اغنية. ابغى الحين انتقل الى السلم الغربي، بس تدعس على البي باس، لاحظ ما تختفي، السلم موجود ولكن على المفاتيح هني يتحول الى الغربي. الحين ترجع مره ثانيه تضغط عليه يرجع السلم معاك مره ثانيه الشرقي. الطريقة هاي انت تنتقل من الشرق الى الغربي بزرار البي باس. نفس الشغلة هاي موجودة في الشاشة، تروح على المنيو، تروح على المنيو رقم 2، تي عند الخدمة سكيل تيون، لاحظ نفس الشيء، عندك البي باس هني وعندك السلم هني، حق الناس اللي يبون يستخدمون في الشاشة بالتاتش او على الناس اللي يستخدمون نفس الشغلة. شوف لاحظ البي باس موجود، تضغط عليه يفوز عنك السلم الشرقي، تضغط تنهيها ترجع معه. أتمنى المعلومة تكون وصلت لكم، وإلى اللقاء مع معلومة ثانية.